أراك عزيزي برج الجدي، أنت تغرق في حزن، حزن كبير. أنت تعيش في حزن كبير وتعب وإرهاق وتفكير سلبي، تفكير سلبي بزاف. بلاتي لكن أنا أرى هنا كارتات جميلة جدا، كارتات جميلة وقوية عزيزي برج الجدي. بلاتي خليني، لكن أحتاج لوضوح أكثر. يكفي عزيزي برج الجدي، أرى أنك طاقتك هي التعب، الإرهاق والحزن. لديك أفكار سلبية تدور في عقلك. أنت ترسم حياتك هنا، كارتات قوية قوية جدا. أنت ترسم في حياتك، ترسم حياتك بقلم أسود، وخا مثل هذا السواد الذي أراه. ترسم حياتك بقلم أسود وتفكر في الماضي قليلا كثيرا، ليس قليلا، تفكر في الماضي كثيرا. واخا لكن أنا عزيزي أراك أنك أنت تلبس نظارات سوداء وترى كل شيء بهذا اللون، باللون الأسود. أنت تلبس نظارات سوداء وترى كل شيء. أحتاج لرؤية الكارت هكا، واخا وترى كل شيء بالنقص، بالفقر، بالفراغ. أراك متشائم بزاف بزاف بزاف، واخا رغم أن لدينا كارتات جميلة بزاف. والآن سأشرح لكم، أنا أتكلم عن طاقتك، فأنت لست سعيدا عزيزي برج الجدي، لكن في قلبك شمس جميلة، في قلبك حب جميل، قلبك شمس جميلة، لكن أنت لا تعرف ذلك، أو ربما لا تريد رؤية هذه الشمس الجميلة. أنت عزيزي برج الجدي، أنت يحكمك كوكب ساتيرن، زحل، وهو ثاني أكبر كواكب الكواكب المجموعة الشمسية. وكوكب زحل يضعك عزيزي في مواقف صعبة، ويضع لك اختبارات صعبة، ويجب أن تبذل مجهود عظيم للنجاح. لكن هذا فقط فكر، يعني هذا فقط ما في عقلك، أنك عليك أن تبذل مجهود عظيم، وأنه صعب الوصول للأهداف، وأن تتحقق أهدافك، وأن تتحقق أحلامك. وفي الحقيقة لا يجب أن تبذل مجهود قوي وعظيم وكبير، لا، المسألة ليست هذه. نعم، الكوكب زحل يضعك في هدف، في مواقف صعبة، وخا أنت في حياتك الكثير من الاختبارات، أو اختبار واحد لكن صعب جدا. وللنجاح عزيزي تحتاج لشيء واحد سأقول لكن في الأخير. أرى أنك، سأتكلم عن طاقتك، أنت تقاوم التغيير، لأني أرى كارتات جميلة بزاف. هنا تغيير كبير جدا، وما وراء التغيير ليس سوى أشياء جميلة. لديك كارتات جميلة جدا وقوية، لكن أنت في عقلك وفي مخك كل شيء كحل، يعني كل شيء أسود. أنت متشائم بزاف، مالكم؟ لماذا؟ وأنا أرى هنا أشياء جميلة، أرى كل شيء، أرى حب، أرى رزق، أرى كل شيء جميل، وخا حب جميل أرى في حياتك، رزق واسع، فرص عجيبة، وحتى سفر، وخا. لكن بالتي غادي بهذا ب... بهذا ب... قلت أنك أنت تقاوم التجديد والتغيير بتشاؤمك وطاقتك السلبية،
هذه النظارات السوداء، حيد عليك هاد النظارة، حيدها عليك، حيد هاد لي لونيت نواغ، حيدها، فهي تحجب نور الشمس، وتحجب أن يصل هذا النور لقلبك وروحك، وهذه الشمس في هذه الشمس في سمائك، لكن أنت تتضع نظارات ولا تراها، لا تراها، لا ترى النور، يعني أنت طاقتك سلبية ومتشائمة بزاف، لا أنت لا ترى الحياة الجميلة التي لديك، لا ترى الجمال الحقيقي. أرى الكثير، أعيد، الكثير من الحب، الكثير من الأفراح، الأفراح، واخا أرى أشياء جميلة بزاف في هذه القراءة، لكن طاقتك أنت طاقة سوداء. نواصل. قلت أن كوكب زحل يضعنا في مواقف صعبة، نعم، لكن كوكب زحل ليس معلم قاسي، هو صارم، لكن هذه وظيفته، هذه هي يعني هذا هو عمله، هو في الحقيقة الكوكب الذي يحميك زحل، وظيفته الحقيقية هي الكشف عن انعدام الأمن والثقة لديك. يجب أن تعرف ذلك، يجب أن تعرف أنك أنت ضعيف. لماذا؟ لأنك في طاقة سلبية، لكن بداخلك قوة عظيمة، هذا الشمس الذي بقلبك، ولذلك أنت يجب أن تعرف ذلك. لماذا؟ لتوجه طاقتك بشكل بناء وتبحث عن السلام والسعادة بطريقة سهلة وسليمة. كيف؟ 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 أجيبوني، الله يخليك، أجيبوني، أريده، أجيبوني، كيف؟ ما أقوله دائما، ما، كيف؟ كيف؟ أشنو؟ شنو خصنا باش نوصلوا الأهداف ديالنا، باش نحققوا الأحلام ديالنا، باش نضحكوا ديما، باش نكونوا سعداء ديما، أش خصنا؟ سي سامبل، سي فاسيل، سهل، سهل جدا. الطريقة السليمة، المحبة، الإيمان، الإيمان، أن تؤمن وتصدق أنك يمكنك أن تصل لتلك الأهداف، لذلك الحلم الذهبي فقط. يعني شوفوا مش حل كم، يعني سهل جدا، سهل، سهل بزاف. أرجوكم، يعني أنتم بداخلكم واحد القوة عظيمة، لكن لا تعرفون، ليس لا تعرفون، لا تريدون، أنتم كسالى، أنتم تغرقون في هذا، في الغيص، في الطين، الغيص هو الطين، المهم كيف نقول، المهم نسيت، آسفة، المياه العاكرة، يعني الطين والمياه العاكرة، يعني الغيص، أنتم تغرقون في هذه المياه العاكرة والثقيلة، أن بها يعني تربة والغيص، نعم، وكتمروا ريوسكم في الغيص، وتظنون أنها نهاية العالم، صافي، نو. بداخلكم قوة عجيبة، قوة حب الحياة، تحب أنفسكم ومن حولكم، فأنتم لستم وحيدون. أنا أراك أنك تحس بالوحدة، وأنت لست وحيد، لديك، هناك حب كبير في حياتك، هناك ناس تحبك، هناك طاقات جميلة حولك، هناك فرص سعيدة وجميلة بزاف. كل ما عليك هو أن تؤمن أنك قوي، وتنوض، نوضوا من ذاك الغيظ، نوضوا ونظفوا هذه الطاقات السلبية، نظفوا، وخذوا حمام روحي، ونظفوا أنفسكم من هذه الطاقات السلبية لكي تصلوا إلى ما تريدون الوصول إليه حقا. نواصل. أنا أغضب عند، لا لا أغضب، لا أغضب، بل أحزن، لا أريد أن تكون هذه طاقاتكم، لأني أراكم يعني أنتم من تبنون عزيزي أو عزيزتي، أنت تبني حياتك، أنت كيف بالأفكار؟ إذا كانت أفكارك إيجابية حياتك ستكون جميلة، إذا كنت تريد أن تلون حياتك بالألوان السوداء والرمادية دائما فستبقى هذه حياتك ستكون، وإذا كنت تقاوم التغيير هناك تغييرات جميلة ستحصل في حياتك، رحب بها، افتح الأبواب، افتح ذراعيك، افتح يديك، قل الله وقل شكرا يا الله. نواصل، نواصل.
ماذا رأيت أيضا؟ قلت لك أن توجه طاقتك بطريقة سليمة وسهلة، كيف؟ بالإيمان، ونشكر الخالق على هذه الاختبارات والامتحانات. لماذا؟ لأننا سنلبس ثياب القوة، ووراءه إيمان ومحبة، فبالتالي نحن سنكون أقوياء، ستكون قويا، وبفضل هذه القوة وهذه الإيجابية ستصل إلى كل ما تريدونه. هو سهل حبيبي أو حبيبتي، أرجوكم املأوا عقولكم بهذه الأفكار الإيجابية وبهذا الإيمان، أرجوكم. هي صدقوني سهل، والله العظيم سهل، وهي طريقة سليمة جدا، فقط بالمحبة، فقط بالمحبة. نترك الكراهية والحقد وهذه الأشياء السلبية، لن تنفعنا، هي فقط كارما سيء نزرعه وسيعود لحياتك. لا، لا نريد هذا. نحن نريد ورود في حياتنا، ورود في قلوبنا، شمس ونجوم، كل هذا الجمال الرباني والسماوي لندخله لأرواحنا. يعني أنا أتكلم عن الطاقات، تفهمونني ياك؟ تفهمونني ياك؟ فهمتوني؟ فهمتوني؟ من يطلب مني أن أتكلم بالدارجة مالكم؟ ثم كتفهموا كل شيء. واخا هضرت بهذا، لا أدري بالشينوية، في المغرب نفهم كل شيء. مهم. نواصل. حبيبي، برج الجدي، رجل أو امرأة، أنا أتكلم مع طاقتك، غير هذه الطاقة، فأرى كارتة جميلة تنتظرك، أشياء جميلة. نعم، ربما مررت بتجربة صعبة، نعم، لكن هذا جميل، هذا شيء طبيعي وضروري لتفتح باب جديد وترى ماذا ينتظرك. ماذا ينتظرك؟ شوفوا 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 ماذا ينتظرك، سعادة، شوفوا البساطة والجمال والطبيعة والزواج والأطفال، هذا ما ينتظرك. وإذا كان لديك هذا في حياتك، فلماذا أنت هكذا؟ لماذا هذه الطاقة السلبية؟ لماذا لا تشكر الله على ما لديك؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا لا تبني أشياء جميلة كما تقول هذا الكارت؟ لماذا لا تبني مستقبل جميل في عقلك لكي يتجسد في حياتك؟ لماذا؟ لماذا؟ فهذا شيء سهل جدا وضروري جدا لكي تضحك وتعيش مثل هذا المجنون، واخا؟ يعني تستمتع بالحياة، أنت ستستمتع بالحياة لأن هناك عطاء. دابا غادي نهضر لكم على الحب، واخا أنا أتكلم بصفة عامة. يجب أن تبدأ صفحة جديدة، صفحة بيضاء، واخا؟ بدأ صفحة جديدة، صافي، لا تلون نفس الصفحة فهي دابا سوداء، ابدأ صفحة بيضاء جديدة، بيغ، صافية نقية، اعتمادا على هذه القوة التي اكتسبتها من تيم الغيث، يعني عندما نهضت من تحت الرمل أو من هذه المياه العاكرة، قمت صافي ونظفت الانرجي ديالك، يعني نظفت طاقتك، فأنت سترى ماذا؟ ماذا؟ كم من الأشياء الجميلة، أرى هنا الكثير من الجاذبية، أرى هنا متعة ستستمتع، التي غادي نشرح لكم فيما يخص الحبيب، لكن سأواصل لأني رأيتك متشائم ولابد أن أتكلم عن طاقتك. حبيبي برج الجدي، الكون يعمل لصالحك، الكون يقدم لك يد المساعدة، وخا يجب أن تكون أنت على يقين، لكن يجب أن تكون أنت مؤمنا وتبعد هذه الأفكار السلبية. فيما يخص الحبيب، هناك حبيب من الماضي، حبيب بلاتي نقول لكم طاقات، حبيب ترابي جدي مثلك، ثور أو عذراء، وهناك حبيب آخر، الحبيب الترابي سيعود، الحبيب الماضي سيعود. شوفوا الحبيب الذي يعني الترابي الجدي او الثور او العذراء سيعود. ماذا يريد ان يقول لك؟ كلام مهم، يريد ان يعتذر لك، يريد ان تسامحيه. هذا الحبيب سيعود، وسيعود كريم وسخي، وسيعطيك ما لم يعطي له، يعطيه لك، اسفه، سيعطي لك ما لم يعطي في الماضي.
هذا الحبيب الماضي. مي لكن أرى هنا حبيب آخر، أرى هنا حبيب آخر، حبيب آخر ربما هو أصغر منك شيئا ما، ربما هو أصغر منك، وهذا الحبيب